بولفار الشهراب السرد. لم تمر سنة أقسى على النظام الإيراني من 2020 حيث افتتحها بمقتل أحد أهم أركانه العسكرية قاسم سليماني، وقبل أن يودعها فقد أهم العقول المدبرة والمؤسسة لبرنامجه النووي. محسن فخريزاد العالم النووي والرجل البارز في الدفاعات العسكرية الإيرانية يسقط قتيلا في قلب محافظة طهران. في وضح النهار يطلق مسلحون النار على سيارته، ثم تنفجر سيارة بيك أب ملغومة في طريق عودته إلى طهران في منطقة أبسرد التابعة للعاصمة. نزل الخبر كالصاعقة على نظام خامنئي، فبدأ يعد ويتوعد المسؤولين عن عملية الاغتيال، متهما الموساد الصهيوني بتدبير الحادثة. ورغم عدم تبني أي طرف حتى الآن المسؤولية عنها، إلا أن مقتل شخصية بهذه الأهمية تتعدى إمكانية أطراف داخلية وتندرج في سياق الحرب الإقليمية، وخصوصا أن محسن زاد المعتم عليه قبل الحادثة ورد ذكره على لسان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في حديثه عن البرنامج النووي الإيراني عام 2018. كما أن مجلة فورم بوليسي الأمريكية وضعت محسن زادة مع 5 علماء إيرانيين كبار ضمن أقوى 50 شخصية عالمية لعام 2013. وقبلها بعدة سنوات أدرجه مجلس الأمن الدولي على قائمة العقوبات الأممية باعتباره كبير علماء وزارة الدفاع الإيرانية. وبما أن فخريزادة مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، فإن اغتياله في هذا التوقيت له دلالة سياسية، حيث يدور الحديث عن نية الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن إعادة الاتفاق النووي مع إيران، وهذا بخلاف موقف إدارة ترامب والتيارات الداعمة لها. وكأن المسؤولين عن حادثة الاغتيال يريدون استفزاز إيران باستهداف كبار شخصياتها، ما يجعلها أمام حيرة، إما الرد وتحمل تبعاته أو امتصاص الصدمة والسكوت على هذه الخسائر، انتظارا لقدوم جو بايدن الذي أصبح في نظر نظام خامنئي المأزوم مخلصا منتظرا.